اخذ هلا هون مثال على عمارة. هذا اجى امتحان يا ميد يا فاينل اظن. طيب اذا عندي هون هلا بدنا نعمل ديزاين. ديزاين لبيلدينج ان ايكوال فلور بوبيليشنز. عندي انترفال تارجت 30 ثانية. N 12 فلور. V 1.6 متر بير سكند. A 1 متر بير سكند سكوير. و J 1 متر بير سكند كيوبد. بعدين عندي TP in بتساوي TP out بتساوي 1.2 سكند. بعدين عندي TDO بتساوي 2 seconds, TDC تساوي 3 seconds زي المثال السابق اللي عملناه. عندي U تساوي 1000 passenger. 1 entrance و incoming traffic. DF meters. وعندي بعدين ضل ايش في اشياء ناقصه؟ AR 12 اوكي؟ هي هذا هون بدينا هذا المثال. هلا هون رح نلاحظ في الاختلاف في هذا المثال عن الامثله السابقه انه عندي unequal floor populations. Equal floor heights بس unequal floor populations. فبدي استعمل اي قانون تبع H H و S متذكرين؟ اللي هم بصير في عندي UI على U بدال I على. عندي الطوابق هون محطوطة الـ population تبعتهم 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حتى اللي راح اعمله بتعرف شو راح اعمل. راح احط التيبل اللي راح نحسب فيها H و S نجهزها من هلا. بدك تيبل اذا ما بدك تحسب بهذا احسن. اسهل شيء تعمل تيبل. فراح يكون عندي هاي هون الطوابق اللي موجودة هون. أو خليني أقلبهم. راح أحط الواحد فوق بس عشان الحسابات. عندي هون راح يكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. والpopulation إذا هذه هون UI ويو اي هي 150. عادة ايش بنلاحظ بالعمارات؟ عادة كثير من العمارات بتكون الطوابق السفلى مور هيفيلي بوبيليتد. ورح تلاقي في كثير عمارات مكاتب مثلا يمكن يحط الطوابق العليا مثلا ادارة مطعم مثلا يكون ممكن يكون مطعم في بعض الحالات بس عادة بكون مثلا ادارة مكاتب خاصة شيء زي هيك. فبتخف البوبيليشن كل ما طلعنا لفوق. فعندي هاي 150 120 ثلاث مرات. 100 بعدين عندي 50. يمكن مش بالشكل هذا انا يمكن مبالغ فيه هون ما بتكونش بهالشكل هذا بس هذه المثال هون 50 50. اربع خمسينات بعدين هون عندي 20 20. تاكد انه مجموعهم 1000 لازم يطلع. 150 150 300 300 و360 660 760 960 1000 اللي هو 1000 هون موجود 1000 شخص. اوكي نسب تبعهم. طيب هلا اول احد الاشياء بدنا نبدا فيها بدنا نحسب لامدا مضبوط حتى نطلع فيه انيشال. اذا لامدا بتساوي اي ار بيرسنت في يو على 300. عندي هاي 12% في 1000 على 300 اللي هي بتطلع اظن 0.4 مش هيك؟ 0.4 passengers per second. هاي اول شيء. بعدين بدي احسب الان انا عندي target interval 30 فبصير ال initial estimation of P بيساوي 0.4 في 30 اللي هو 12 passenger. هذا الرقم راح نبدا فيه اللي هو 12.
هلا اول شيء بدنا نعمله بدنا نحسب اتش او اس. هاي اول خطوه لازم نعملها، نحسب اتش او اس وبعدين بنعمل الحسابات الثانيه. خلينا نتاكد كمان انه ريتد سبيد اتيند ان وان فلور جيرني، متذكرين لان احنا ما اخذناش اصلا الحالات الثانيه، فبدنا نتاكد السؤال انه هل اذا مشيت طابق واحد اوصل للريتد سبيد ولا لا. اذا متذكرين المعادله دي اكبر دي اف اكبر من او تساوي a سكوير b زائد v سكوير j على aj. دي اف عندي بيساوي 4.2 متر، والسؤال 1 في v 1.6 زائد 1.6 تربيع على 1 بيساوي 4.16. اذا هاي صحيحه. اذا rated speed attained in one floor journey. اوكي هاي تاكدنا منها، فهذا بمكنني الان اني استعمل المعادله البسيطه تبعت الراوند تريب تايم. خلينا الان نبدا نحسب اس واتش. حتى نحسب اتش واس رح نعملهم كولومز، هاي احسن طريقه تعملوها بتريحكم وتقدروا تمشوا فيها بشكل سهل. فرح ناخذ الان هلا يو اي على يو. يو الكليه 1000، انا بس رح انسخ الارقام اللي موجوده هون، فانا اصلا مقسم على 1000 واضحه. هاي عندي 0.15 0.15 0.12 0.12 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 واخر شيء 0.02 0.02. لازم مجموع هذول يكون كله واحد. هلا راح اخذ 1 ماينس يو اي على كل واحده من هذول، وراح ارفع على القوه بي مباشره عشان سهل حالنا ما نضيعش وقت كثير بالحسابات. شو يعني رح ارفعه لفي؟ رح ارفعه ل 12 بالحاله هاي، مضبوط؟ فرح تكون 1 ماينس 0.15 اللي هي 0.85، نتاكد من اول رقم رقمين نتاكد انهم مضبوطين، فرح تكون هذه 0.85 للقوه 12. قديش 0.85 للقوه 12؟ 0.1422 انا عندي، مضبوط؟ وهي رح تكون نفس الشيء 0.1422، وبعدين عندي هون 0.2157. ايش هاي على فكره بتمثل؟ probability of not going to that floor، انه ما يصير في ستوب على هذا الطابق. شايفين لما كانت population عاليه احتمال اني ما اوقف عليه قديش؟ اقل، في حين هون صار احتمال اني ما اوقف عليه اكثر، لانه ولما اوصل هون راح اشوف الاحتمال هذا راح يصير في احتمال اني ما اوقفش عليه. 0.2157 0.2157 0.2157، بعدين بصير عندي 0.2824. طبعا هذا مبني على اساس بي 12. بعدين عندي هون 0.5404 0.5404 0.5404، صار احتمال نص اني ما بوقف على هذا الطابق في 1 راوند تريب فيها 12 باسنجر. واخر شيء عندي 0.7847. هي طلعنا هدول 1 ماينس يو اي على يو للقوة بي. هلا هدول اذا جمعتهم، نعم تفضل. خليني اجمع هدول، هاي بدي اجمعهم لانه هاي مش بتساعدني بشيء. 4.9449. هلا معادلة اس كانت عندنا هي ان ماينس المجموع هذا، مش هيك؟ فصارت عندي فاس هلا بقدر اطلعها مباشره حطها هون. هلا اس اذا بدك عشان ما تنسى اعمل هيك. اوكي ايش يعني؟ اس لما يكون بي بتساوي 12، لانه اس رح تتغير لما بي بعدين بتبدا تتغير، فبتساوي 12 ماينس 4.9449 اللي بتطلع معنا تطلع معي 7.0551. ايش هاي وحدتها؟ ستوب سبير تريب او راوند تريب. يعني عمال لما نقول اون افريج رح نعمل حوالي 7 ستوبس من ال 12 طابق هدول، رغم انه انا كم باسنجر عندي؟ 12 وكم فلور عندي؟ 12، بس هون عم بعمل من السبعه هدول بيعملوا 7 ستوبس، 12 باسنجر عفوا بيعملوا 7 ستوبس. طيب عشان احسب الاتش بدي اجمع البوبيليشنز لكل طابق هو واللي تحته.
اوكي فيعني هذا راح يكون نفس الرقم اللي هون موجود عفوا هذا راح يجي نفس الرقم اللي هون فهذا السميشن راح يكون سميشن من اي بتساوي 1 لجي ولا نعملها من جي بتساوي 1 لاي فهو لما يكون اي يمكن هيك احسن احطها من اي بتساوي 1 من جي بتساوي 1 لاي لكل الـ population أو اللي هي الـ U J يعني فرح نيجي نجمع هاي رح تنزل زي ما هي 0.15 اللي هي تعريفها هاي هي population تبعته زائد كل الـ populations اللي تحته فعندي 0.15 بعدين بتصير 0.3 0.42 أنا يمكن هون قرب رح أقرب شوي 0.54 0.66 0.76 لا والله ما في تقريب مش هيك وبيطلع 0.81 0.96 0.98 هون المفروض تطلع معي واحد مش هيك او احنا ما بنجمعهاش لانه احنا بنروح لان ماينس 1 مظبوط متذكرين اتش فهي راح احط عليها هون متذكرين اتش بتساوي summation بحالة الـ equal floor populations راح تكون 1 n minus 1 i على n للقوة في حالة الـ unequal floor populations بدل i على n راح اخلي البي برا عشان ما نلخبط فيها راح احط قوس اضافي عشان هاي هاي بتصير سميشن من جي بتساوي 1 لاي ليو جي على يو اللي هي عم بجمعها انا هون حطيت جي لاني هون حطيت الفاريبل هون جي وهذه اي لانها اي اللي هون طيب الخطوه اللي بعدها اذا راح اجمع راح ارفع هذول اجمعهم راح ارفعهم للقوه بي بس راح اخذ الرقم هذا وارفع للقوه بي فهذا الرقم لما باخذه راح يكون عندي السميشن يو اي او يو يو جي عفوا على يو جي بتساوي 1 لاي هاي لما برفعها للقوه بي 12 بتصير عندي ارقام صغيره في البدايه هون 1.297 times 10 to the minus 10 5. ماخذين هذول هون قيم صغيره بتكون 5.31 times 10 to the minus 7 مش راح اكتبهم كلهم هون راح ننزل لحد ما يبدو الارقام يبينوا ارقام كبيره مثلا عند 8 راح يكون عندي هون 0.1637 0.3225 0.6127 وبعدين 0.7847 وهي نوت ابليكابل هلا هذول بدنا ناخذهم نجمعهم n-1 أخذناها بعين الاعتبار ما شملناش هاي فهذول مجموعهم رح يطلع معي 2.0135 إيش وحدتها؟ أو لسه ما طرحناهاش عفوا نطرح هلا H فH رح تصير بتساوي 12 ناقص هذا الرقم اللي هو بيطلع معي 9.9864 وحدتها فلوس هاي صارت عندي هاي اتش وهاي صارت عندي هون